الصفات التي لا ضد لها كما نعلم هي الصفير كما نرى على اللوحة، والقلقلة، واللين، والانحراف، والتكرير، والتفشي، والاستطالة، والغنة. نبدأ بالصفير. الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ، يعني هذه الحدة، عن مروره في مجرى ضيق. حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. تعرفوا الصفارة اللي كان يستعملوها شرطة المرور في كثير من الدول العربية؟ بيمسك صفارة هذا الشرطي، بطل يصفروا هلأ، بس كان يصفروا بزمانه. فالصفارة هذه شو عبارة عن شو؟ مجرى ضيق، مجرى ضيق يمر منه ايه؟ الهواء، فبيطلع منه هذا الصوت. انتبهنا كيف؟ فدائما الهواء اذا مر بمجرى ضيق بيصفر. انتبهنا كيف؟ في عندنا هذه الحروف الثلاثة اللي هي الصاد والسين والزاي، لما بننطقها مجراها ضيق. شوفوا مثلا، نحن اذا بتتذكروا الصور بالمخارج، او عندنا هذه الصورة، لاحظ الله يسلمك، هذه السين والزاي، اللسان شايفين النور الأخضر وين أنا حاطه؟ على إيه؟ على رأس اللسان. وين؟ على الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. الصفحة يعني الجدار، الصفحة الداخلية للثنايا السفلى وأسفلها. شايفين الصوت يا أخواني بده يمر من هذا، شوف المحل شو ضيق، شايفينه؟ شايفين السهم؟ من هالمحل الضيق هذا بين الأسنان شو بده يعمل؟ بده يمر الصوت، بده يصفر. انتبهنا كيف؟ فالصفير هو شيء طبيعي في السين والصاد والزاي، سببه هذا المجرى الضيق، هذا المجرى الضيق. الجزري رحمه الله عبر عنه، قال منه ومن فوق الثنايا السفلى. شايفين الثنايا السفلى وفوق الثنايا السفلى؟ ها ها ها. الشاطبي شو قال؟ ومنه، يعني طرف اللسان، ومن بين الثنايا، نفس الشيء. انتبهنا؟ يعني عبارتان متكافئتان. قد يعني بعض الاخوه يقول لك يا اخي الجزري قال من فوق الثنايا السفلى والشاطبي قال من بين الثنايا، فايهما نصدق؟ صدق الاثنين يا عمي، يعني كلام الاثنين صح. إذا مر الصوت من هنا، شايفينه؟ فإن قلت هو فوق الثنايا السفلى فأنت كلامك صحيح، وإن قلت بأن الصوت من بين الثنايا كمان كلامك صحيح. هي تعبيران لمعنى واحد، تعبيران لمعنى واحد. وضح؟ بقي أن ننبه على أمر شائع بين بعض من يعلم القرآن في عصرنا، بعضها استعمال الشفتين في حرف الصاد، شائع بين بعض من يعلم القرآن في عصرنا استعمال الشفتين في حرف الصاد. يعني بيقول لك أس وبيقول لك أز، فإذا وصل إلى الصاد قال أص، اهدنا الصراط. انتبهنا كيف؟ هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه ولا معنى له، لا ذكره الأئمة لما تكلموا عن مخارج الحروف، ولا ذكروا لما تكلموا عن مين؟ عن صفات الحروف. ويؤثر على الصوت، يعني لو أنت داير وجهك وسمعت واحد عم يقول أص واحد عم يقول أص، بتلاقي في ايه؟ فرق بين الصوتين. وضح اخواني؟ طب هالخلل هذا، طبعا هذا خلل، هالخلل من فين جاء؟ لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله، لكن احتمال يكون من بعض المكفوفين، واحتمال يعني المشايخ المكفوفين، واحتمال يكون بسبب بعض من يعلم القرآن من كبار السن الذين يعني سقطت أسنانهم وركبوا إيه؟
بدلة أسنان، فلا إن قال أص ممكن بلسانه شو يعمل؟ بلسانه هذا شايفينه؟ ممكن يدفع هي، فبيحاول يمسكها بشفايفه، بيحاول يمسكها بشفايفه حتى ما تطلع بلك أص. فالطالب اللي قاعد أمامه يعني قاعد بقلب سليم وبذهن خالي، فبيقلده كما يرى، فبيقول مثله انتبهنا، ويظن أنه هذا صواب. هذا مو صواب يا أخوان، هذا صوت زائد. إعمال الشفتين في حرف الصاد زما إلى الأمام وضما للشفتين إلى الأمام يؤثر على الصوت ولا دليل عليه، ولم يذكره أحد من الأئمة أبدا. لما بقول ما أحد ما ذكره من الأئمة، أنا أعي ما أقول، بفضل الله أنا مطلع على نصوص الله أعلم كم، ما أحد ذكره من الأئمة لا في المخارج ولا فين، بل ولا في بعض الشيوخ المعاصرين. يعني حتى الشيوخ المعاصرين ما كلهم يعني. قلت أنا عند بعض من يعلم القرآن في هذا العصر، انتبهنا كيف؟ بس هذا حبيت أنا أن أنبه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نتابع أدعو لأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله على هذا الجهد المبارك الذي رأيناه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ما عملوا وأن يعينهم على المشاريع المستقبلية التي هي طموحاتهم. ويعني الذي لفت نظري من خلال معرفتي عن قرب بأخي فضيلة الشيخ عدنان حفظه الله ومن معه من إخوة كرام أنهم جادون. يعني أهم شيء الإنسان أن يكون جاد في المجال الذي هو فيه، جاد يريد أن يكون متقنا، يريد أن يكون مستوعبا عالما، حتى يستطيع أن يكون بعد ذلك معلما. من لم يكن متقنا عالما لن يستطيع أن يكون معلما أبدا. ما أحد يتصدى للتعليم إلا إن كان واثقا من نفسه أنه مستوعب للمادة العلمية التي هو بصددها. لذلك يعني دائما إخواني أنصح نفسي وإخواني دائما، كلنا متعلم، كلنا متعلم، وليس هناك حد إذا وصلنا إليه نقول أنا ختمت العلوم أو ختمت هذا العلم الذي أنا فيه. مع العلم أن العلم التجويدي الذي نحن بصدده الآن هو أصغر علم شرعي، يعني أنا لا أعرف علما شرعيا أصغر من علم التجويد. لماذا؟ لأنه يتعلق بتسعة وعشرين. من علم من أين تخرج وكيف تخرج هذا هو التجويد. ما قالوا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفته بس، فهو أصغر علم شرعيا فيما أعلم. ومع ذلك تجدنا ما زلنا بحاجة إلى إيه؟ أن نبحث، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، وهذه قال فيها فلان كذا، وهذه قال فيها، ويا ترى عند المسائل الخلافية أيهما أولى، إن هذا ولا ذاك، انتبهنا كيف؟ ويكون قصدنا في كل هذه الأمور رضا المولى سبحانه وتعالى، وأن تكون قراءتنا صحيحة بقدر المستطاع، مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع، لأن الله عز وجل كلفنا بالوسع. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، فطالما أن هذا الأمر في وسعي فعلي أن أسعى إلى أن أصل إلى غاية ما يدرك من هذا الأمر. أما إن كان الأمر خارجا عن الوسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا في الآية الأخرى إلا ما آتاها. أكرر تهنئتي وشكري لأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي ولإخوانه الكرام في هذه المقرأة المباركة،
وأسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعينهم على مشاريعهم المستقبلية. وأنا وضعت لنفسي شعارا أنقله لإخواني عسى أن يستفيدوا منه: الدقة ثم الدقة ثم الدقة ثم السرعة. يعني ما نسرع إسراعا يؤدي إلى أن تكون أمورنا غير دقيقة. ما لنا مستعجلين، صحيح؟ نريد أن نكون متقنين، فإن أتقننا وأمكننا أن نسرع نسرع، لكن بشرط ألا نخل بالدقة. نفعنا الله وإياكم. أما بالنسبة إلى ما وصلنا إليه، فكنا قد شرحنا قبل الفاصل الصفة الأولى من الصفات السبع أو الثمانية التي لا ضد لها، وهي صفة الصفير. وبينا بأن الصفير كما ذكرنا حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. بس هيك حتى نضحككم شوي، قبل 41 سنة كنت أقرأ بين يدي أستاذي وشيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله، وهو من القراء المعدودين عندنا في دمشق، ومعروف بدقته يعني الشديدة التي كان بعض الناس يعني ينفرون منها. فكنت جلست بين يديه فنطقت صادا كما ذكرت لكم اليوم، نطقت أمامه صادا بإعمال الشفتين. والله نسيت شو الكلمة، يعني لعله اهدنا الصراط، أظن اهدنا الصراط، فقلت اهدنا الصراط هكذا، اهدنا الصراط. قال لي، فقال لي الشيخ اهدنا الصي، انظروا اهدنا الصي. ليش بالعامي؟ قال لي ليش عم تزم شفايفك؟ فأنا شاب أول طلعتي بدي اتفلسف يعني، قلت له سيدي من شان الصفير. فقال لي والسين فيها صفير، ليش ما بتقول أس؟ والزاي فيها صفير، ليش ما بتقول أز؟ عزيز، هيك بتذكر الكلمة إلى الآن. قال لي عزيز. فأدركت إيش؟ أن هذا خطأ. ولما بعد الشيخ محمد سكر الله يرحمه، لما انتقلت لأستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أكد لي هذا المعنى، أكدني أنه إيش؟ الشفتان لا تعملان في الصاد ولا يعني في السين ولا في الزاي طبعا.